السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يجي تتمة للتمرين السابق اللي كنا خدمنا فيه نموذج فرض او نموذج امتحان وطني في اللوغاريتم نيبيري. وهذا الفيديو هذا بما اننا نخدموا اللوغاريتم نيبيري يعني مخصص للناس او للتلاميذ الشعب العلمية، سواء الفيزيك او الاس في تي او السيونس مات، بحال بحال كلهم غادي يستافدوا ان شاء الله تعالى من هذا التمرين اللي غادي نكملوا فيه النموذج اللي كنا بديناه. فهاد الشق هذا غادي نكملوا الاشتقاق دراسه التغيرات الداله ليتيود دي فاريسيون لا فونكسيون اف، ثم غادي نشوفوا كيفاش كنديروا لا كونستريكسيون دو سي دو اف. وفي الفيديو الاخير ان شاء الله تعالى غيكون مخصص لمتتاليه مرتبطه بداله. على بركه الله نكملوا التمرين ديالنا. دونك بين لنا هنا غادي نكتب من هذا الفيديو القدام ان شاء الله تعالى غادي نكتب بالفرنسيه الناس البيوف، والناس العربيه راه داكشي اللي غادي نقول راه غادي تكتبوا. اتفقنا؟ دونك وصلنا دابا لا كيستيون دونك دو ا مونتري كو pour tout x appartient à 0 plus l'infini f' de x est égal h de x sur x. بالعربية بين أن لكل x من صفر بلس لانفيني بريم x كتساوي h x على x. بداية غير الناس اللي كيخدمو اللي كيبريباريو الوطني، بداية الله يرضي عليك دائما ديري قابلية الاشتقاق. كاين دي بروف اللي ما كيحسبوهاش في التصحيح، كاين دي بروف اللي لا الا ما درتيهاش راه الجواب ديالك كيكون ناقص وكيحيد لك 0.25 من النقطه ديال السؤال. حنا باش نتفاداو كاع دوك الصراعات ودوك المشاكل وشكون غيصح ليا وشكون ما غيصح ليا، حنا نديرو قابليه الاشتقاق ونتهناو منها. لدينا الداله ديالنا، الداله اللي كنخدموها الاخوان، اف اكس كتساوي 1 زائد اكس ln اكس ناقص ln x مربع ناقص ln x مربع. دونك لدينا x ln x دالة قابلة. شوف كنت قلت لكم اكتب بالفرنسي وبديت كنكتب زعما بالعربية ولفت. قلنا لا فونكسيون x ln x est dérivable sur 0 plus l'infini. لدينا الدالة التي تربط العدد x بالعدد x ln x دالة قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية. ناخذ الدالة الأخرى ناقص ln x مربع donc est dérivable sur 0 plus l'infini، يعني دالة قابلة للاشتقاق راه بالعربية راه سهلة هادشي تكتبوها الإخوان. دونك f est dérivable sur 0 plus l'infini، ومن الدالة f قابلة للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهاية. نمشيو ناخدو دابا واحد العدد x، سوا x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ليكون x من المجال 0 plus l'infini. قلنا كيفاش غنحسب لا ديريفي؟ دونك اف بريم دو اكس كتساوي شحال؟ غادي ناخد التعبير اللي عندي ديال الداله، 1 زائد اكس ln اكس ناقص ln اكس مربع مشتقه اللي كيساوي، حنا كنعرفوا ان المشتقه ديال العدد ديال الثابته هي صفر، دونك كتعطينا صفر زائد. هنا دابا شنو عندي؟ هنا عندي جداء دالتين، يعني نخدم بالقاعده ديال الجداء. اشنو هي القاعده ديال الجداء؟ دونك اف فوا جي بريم هي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم. دونك شنو غادي ندير؟ المشتقه ديال اكس في الالان زائد اكس في المشتقه ديال الالان، دونك ايتيغال 0 بلس اكس بريم ln اكس زائد اكس ln اكس بريم. مزيان، هذه ديال الجداء. دابا ديال الاس، اف اس ار، اف و
اوس ار اشنا هي المشتقة ديالها؟ كنربطو هاد الاوس هذا ار اف بريم في اف اوس ار ناقص ناقص واحد. يعني شنو غتعطيني؟ ناقص او الاعداد اللي كيكونوا هنا ما تسوقش ليهم غير كتبهم ها هي ناقص. ثم قلنا الاوس كنربطو الاوس دونك اثنان، ثم المشتقة ديال لالان مضروبة في لالان اكس اوس اثنان ناقص واحد لتطبيق القاعدة تساوي المشتقة ديال اكس هي واحد، يعني تبقى لينا لين اكس زائد اكس فاش اشنا هي المشتقة ديال لالان هي واحد على اكس ناقص اثنان في اشنا هي المشتقة ديال لالان هي واحد على اكس مضروبة في لين اكس اوس واحد يعني لين اكس غتبقى لينا هنا كون تحيدو شي حاجة مكتحيد غتبقى لينا لين اكس اكس واحد على اكس هي واحد ناقص اثنان لين اكس على اكس ثم غادي نوحدو المقام غتعطينا اكس لين اكس زائد اكس ناقص لين اكس الكل على اكس اللي كتساوي اكس زائد هنا ممكن نعملو بلا لين غتعطيني اكس ناقص اثنان لين اكس الكل مقسوم على اكس. وهذا الى رجعتو للفيديو الاول غتلقاو هو التعبير ديالاش ديال اش لي اكس دونك كتساوي اش لي اكس على اكس دو ومين بور دو اكس ابارتيان ا زيرو بلس لانفيني لكل اكس من صفر بلس لانفيني اف بريم دو اكس ايتيغال اش دو اكس سيغ اكس دونك هادي هي المشتقة وهادشي اللي لقينا دو هي ومين دونك هنا ضروري الاخوان اللي بغيتي تخدم داله ضروري انك تكون عارف الاساسيات ديال الاشتقاق ان مشتقة الالين المشتقة ديال الالين هي اش هي واحد على اكس المشتقة ديال الالين اون جينيرال المشتقة ديال الالين الين اكس اس ان على العموم هي اش ناخذ قلم اخر هي ان مضروبة في الين اكس اس ان ناقص واحد على اكس دونك هذه هي المشتقة على العموم ديال الين اكس اس ان. مزيان من بعد الاشتقاق شنو كيطلب منك؟ اكيد كيطلب منك انك تدرس الاشاره من اجل انك دير التغيرات، يعني تستنتج الاشاره ديال اف بريم ليكس ودير جدول التغيرات. دونك قال لنا دريس لو طابو دو فاريسيون دو لا فونكسيون اف، ضع جدول تغيرات الداله اف. دونك هذا ا بي دريسون لينا ضع دريسون لو طابلو دو فاريسيون لا فونكسيون اف لنضع جدول التغيرات الداله اف. مزيان حنا ديجا درسنا الاشاره ديال اش لي اكس، الى شفتوا الفيديو الاول راه شفنا الاشاره ديال اش لي اكس يعني ديال هذا التعبير هذا، وقلنا انها موجبه قطعا من صفر حتى بلس لانفيني، وعندنا اكس موجب قطعا من صفر حتى بلس لانفيني. يعني الداله انتم قلنا بور توت اكس لدينا لكل اكس مين صفر زائد ما لا نهاية، لدينا لكل اكس من صفر زائد ما لا نهاية اش لي اكس اكبر قطعا من الصفر. اي بور توت اكس ابارتيان ا زيرو بلس لانفيني دونك اكس تخيكتومون سيبيور ا زيرو. باينة اتفقنا جميل، الاعداد راه كتكون اعداد موجبة. شنو غادي ندير دابا؟ عندي موجب على موجب يعني ان اف بريم لي اكس دونك بور توت اكس ابارتيان ا زيرو بلس لانفيني f prime de x strictement supérieur à 0 يعني ان f prime de x موجبه قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهايه. اذا الداله تزايديه قطعا، اذا الداله تزايديه قطعا. voilà donc alors f strictement croissante donc t'as à dire pardon strictement croissante sur 0 plus l'infini f t'as à dire n'as de l'arbia f t'as à dire pardon à la sepre zaïd malenia donc je dois t'arriver donc tableau de variation de f je dois t'arriver d'aller
دونك جدول التغير ديال دال اف، دونك اكس 0 بلس انفيني، دونك ما معروفاش بصفر. دونك قلنا هنا لي فاريسيون ديال اف دونك غتكون ستريكتومون كروسونت. بالنسبه لي ليميت، بالنسبه لي ليميت راه كنا حسبناهم في الجزء الاول، دونك التعبير ديال الداله كنا حسبناهم في الجزء الاول، قلنا هذا غيعطينا صفر، هذا موال انفيني مع وسيدنا بلس مع الموان موال انفيني، وفي بلس انفيني راه الا عملنا بال ان هنا، الا عملنا باكس ال ان اكس غتعطينا بلس انفيني. النهايات ديال هاد الداله هادي راه حسبناهم في الفيديو السابق والجزء الاول من التمرين. دونك هادشي اللي عندنا في التغيرات، حسبنا اف بريم لي اكس، درسنا الاشاره ديالها، استنتجنا التغيرات، رسمنا الجدول، وهذا الجدول هذا هو اللي غيعطينا التصور اللي غتكون عليه التمثيل المبني ديال هذه الداله هذه. ندوزو دابا للسؤال الموالي. هنا عطاو اعطي معادله المماس للمنحنى سي دو في نقطه ضلوع فصل واحد. دوني اون ايكواسيون دو طونجونت على كورب سي دو اف و بوين دابسيس ان. دونك معادله المماس، معادله المماس، اشنو هي معادله المماس؟ هي ايكغيك كتساوي ماذا؟ اف بريم ديال اش ديال ا اون جينيرال فاكتور اكس موان ا بلس اف دو ا. هذه معادله المماس. ايكغيك كتساوي اف بريم ديال ا عامل اكس ناقصه زائد اف ليا. اشنو هو ا؟ هو داك العدد اللي كيقول لك حدد ليا معادله المماس عنده. هنا اشنو قال لنا؟ قال لنا في النقطه ذات الافصول واحد، دونك ا كيساوي واحد، اش بقى ليا؟ بقى ليا نحسب الصوره ديال واحد بالداله المشتقه، ونحسب الصوره ديال واحد بالداله اف، ها اف لي اكس، ها اف بريم لي اكس، نحسبوا الصوره ديال واحد بالدالتين، نحسبوا الصوره ديال واحد بالدالتين، ونكملوا الاسئله ديالنا. بويسكو بما ان غنحسب اف بريم ديال واحد، دونك اف بريم ديال واحد كتساوي شحال؟ كتساوي اف بريم ليكس، يلا حسبناها، هي اش ليكس على اكس، سينو غادي ندير واحد يعني اكس تبقنا زائد اكس ناقص جوج يعني واحد ناقص جوج الين اكس، دونك الين واحد مقسومة على واحد، واحد الين واحد صفر، صفر مضروبة في هاد العدد صفر، دونك غتبقى لي واحد على واحد اللي هي واحد. اي اف دو واحد شحال نحسبوها؟ غتعطينا الين واحد صفر، هادي مشات، هادي مشات، تبقى ليا واحد، كتساوي واحد. الوغ ايكغيك ايتيغال، غادي نعوض دابا هاد القيم، اف بريم لي واحد هي واحد، عامل اكس ناقص واحد زائد واحد، ونشر غتعطيني اكس ناقص واحد زائد واحد، مشاو هاد جوج كتبقى اكس. دو ليكواسيون دو لا طونجونت اي ايكغيك ايتيغال ايكغيك ايتيغال اكس، دونك حنا لقينا ليكواسيون ديال لا طونجونت، معادله المماس. السؤال الموالي غيقول لك، السؤال الموالي فيه شويه ما فيهش الخدمه، فيه غير تفهم شنو بغينا من السؤال وكيفاش غادي نبينه، حيت ملي كتعطى التعبير، ملي كتعطى القيمه اللي خصك توصل ليها مثلا في واحد التعبير، او تبين واحد التعبير كيساوي تعبير اخر، راه عمليه بسيطه، خدم غير شويه ديال الدماغ ديالك وغادي تلقى الجواب. السؤال الموالي قال لك اسيدي، قال لك اسيدي 4 ا مونطري كو، دونك غنديرو حنا مونطرون كو لنبين لنا بوغ توت اكس ابارتيان لكل اكس من صفر زائد ما لا نهايه، اف لي اكس ناقص اكس، اف لي اكس ناقص اكس كتساوي ال ان اكس ناقص واحد مضروبه في جي لي اكس، ال ان اكس ناقص واحد مضروبه في جي ليكس. كيفاش غادي نبين هذا التعبير؟ هذا بسيطه للغايه الاخوان، غادي تحسب اف لي اكس ناقص اكس بوحدها، وغتحسب هذا التعبير بوحدو، ثم دير لهم مقارنه من ضمن الامور اللي كنخدموا بهم باش تبين واحد التعبير اللي ما تعرف منين تبدا، واش تبدا من هنا ولا تبدا من هنا، بدا هذا بوحدو وخدم هذا بوحدو، غتلقاهم كيتساووا في واحد التعبير معين. دونك سوا اكس ابارتيان، سوا اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني ليكون اكس من صفر زائد ما لا نهايه، لدينا قلنا غادي نبدا اف لي اكس ناقص اكس بوحدها، اف لي اكس ناقص اكس غادي نعوض اف لي اكس بالتعبير ديالها اللي عطاوني في التمرين،
دونك واحد زائد اكس الين اكس ناقص الين اكس مربع ناقص اكس غير قابلة للتبسيط، غير قابلة للتبسيط. نمشيو نخدمو هذه بوحدها، نمسح دابا في الاكس لان هذا هو اخر تعبير نخدمو به، هذا نخدمو بهذا التعبير ديال الدالة. المهم الى احتاجنا راه غنعاودو نكتبوه. اي غنمشي نحسب دابا، ياش غادي نمشي نحسب دابا الين اكس ناقص واحد في جي اكس، الين اكس ناقص واحد مضروبة في جي اكس كتساوي الين اكس ناقص واحد. شنو هو التعبير ديال جي اكس؟ التعبير ديال جي اكس هو اكس ناقص واحد، اكس ناقص واحد ناقص الين ناقص الين اكس. ثم غادي نشرع هادي الين اكس في اكس غتعطينا اكس الين اكس، الين اكس في ناقص واحد غتعطينا ناقص الين اكس، ناقص في زائد بتعطينا ناقص الين اكس مربع. ثم نشرع بواحد بناقص واحد ناقص اكس زائد واحد زائد الين اكس. ثم غنلاحظ عندي عددين متقابلين وغنرتبهم، غتعطينا ياش؟ غتعطينا واحد زائد اكس الين اكس ناقص الين اكس مربع ناقص اكس. ثم غادي نقارنو النتيجتين، واحد زائد اكس الين اكس ها هي، ناقص الين اكس مربع ناقص اكس هي هذه، يعني ان التعبيرين متساويان. دونك اف لاكس موان اكس ايتيغال ln x موانز 1 فاكتور جي دو اكس، اذا اف اكس ناقص اكس كتساوي هذا التعبير هذا. دو غادي ندير دابا التعميم ديال النتيجه على باقي العناصر، لكل اكس من صفر بلس لانفيني اف اكس اف اكس ناقص اكس كتساوي ln x ناقص 1 مضروبه فاش جي اكس. مزيان، علاش لقينا هذا التعبير هذا؟ باش ندرسوا الوضع النسبي، الوضع النسبي ديالاش ديال سي دو اف مع المستقيم ديال المعادله ايكغيك كتساوي كتساوي اكس. دونك قال لك ادرس اشاره اف لي اكس ناقص اكس ثم استنتج الوضع النسبي للمنحنى سي دو اف والمستقيم دلتا ذو المعادله ايكغيك كتساوي اكس. يعني بحال اللي كندير الوضع النسبي مع الطونجونت، لا طونجونت تي اللي يسميوها في 80 دلتا. كيفاش كنديروا ليتي دو لا بوزيسيون غولاتيف؟ كيفاش كنديروا ليتي دو لا بوزيسيون غولاتيف ما بين لا كور وما بين اون دووات، يعني ما بين المنحنى والمستقيم؟ دونك هنا كندرسو اشارات الفرق ديالهم، وهنا الفرق راه كيتعطاك انت في التمرين، الفرق كيتعطاك انك تبين شحال كيساوي، واش كيبقى لك باش تدرس الاشاره دابا ديال اف اكس ناقص اكس. اشنو خصك تدرس؟ فوالا ندرسو الاشاره ديال ال ان اكس ناقص 1 في جي ال اكس. الا رجعتي للفيديو السابق غتلقانا اننا بينا ان جي ال اكس راه موجب، جي ال اكس بينا ديجا في الجزء الاول انه موجب. اش يبقى لك دابا؟ غادي تبقى لك الاشاره ديال ال ان اكس ناقص 1، نديروها في جدول الاشاره، ولكن قبل منها غادي ندير واحد الحاجه. دونك هذا ا بي ايتيديون ايتيديون لا بوزيسيون ايتيديون لا بوزيسيون غولاتيف دو سي دو اف دو سي دو اف اي دلتا. لندرس بالعربيه اللي اكتب لندرس الوضع النسبي للسي دو اف ودلتا. اشنو غادي ندير؟ بدايه الله يرضي عليكم في الوضع النسبي، حيت نتوما كتلاحوا مباشره الاشاره، اول حاجه شوفوا هذا التعبير هذا واش كاين عاد من بعد. اول مرحله كنحلوا هذه المعادله اف اكس ناقص اكس كتساوي صفر، عاد كندير جدول الاشاره ولا كندرس الاشاره على العموم وكنستنتج الوضع النسبي. دونك غادي نشوفوا نحلوا هذه المعادله هذه، قلنا لدينا اف اكس ناقص اكس كتساوي ماذا؟ كتساوي صفر، تكافي ln x ناقص واحد مضروبة في جيل x كتساوي صفر، تكافي ماذا؟ هنا قاعدة الجدول المنعدم ln x ناقص واحد اتيكال زيرو، دونك أو جيل x كتساوي كتساوي صفر، أو جيل x تساوي تساوي صفر. ديجا قلنا جي ال اكس راه درسنا الاشاره ديالها، ولكن خصنا نشوف فين كتنعدم. دونك جي ال اكس فوالا تكافي ماذا؟ ان
ln x يساوي واحد، او هنا جي ال اكس كتساوي صفر امتى الا كان اكس كيساوي واحد. هذا راه كاين في الجزء الاول، الجزء الاول من التمرين، حيت التمرين قلنا فيه ثلاثه الاجزاء. الجزء الاول راه ديجا بينا ان اكس كتساوي واحد، هذاك يعني ان جي ال اكس كتساوي صفر، او ان الداله جي تنعدم في ماذا؟ في واحد. بالنسبه لهنا هذه راه قاعده، الا كان ال ان اكس كيساوي واحد العدد، الا كان ال ان اكس كيساوي واحد العدد ا، شنو كيعني هذا؟ كيعني ان اكس كيساوي او اس ا، او اس ا. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا ان اكس كيساوي او اس واحد، يعني او، او اكس يساوي واحد، او اكس يساوي واحد. مزيان، ندير دابا جوال الاشاره ولا غناخدو منو الوضع النسبي. دونك غتعطينا اكس زيرو بلوس لانفيني، ثم هنا جي ليكس، ثم هنا غتعطينا ال ان اكس ناقص واحد حيت الجلاء ديالهم، وهذا في هذا غيعطينا اش؟ غادي يعطينا اف ليكس ناقص اكس. ثم غتعطينا هنا لا بوزيسيون غولاتيف، لا بوزيسيون غولاتيف دو سي دو اف اي دلتا، دو سي دو اف اي دلتا. جي ال اكس لا فونكسيون جي ني با ديفيني اون زيرو، ال ان اكس موان زان تا هي، دونك اف ليكس تا هو غيكون غير معرف، غير معرف صفر. مزيان، قلنا ان جي ال اكس كينعدم فين؟ الا كان اكس كيساوي واحد. جي ال اكس كينعدم الا كان اكس كيساوي واحد. و ال ان اكس ناقص واحد كينعدم امتى؟ الا كان اكس كيساوي او. هادي ديال ال ان اكس ناقص واحد، وبما ان اف اكس ناقص اكس هو الجداء ديالهم، يعني كينعدم فيهم بجوج. غير هنا واحد القضيه، جي لي اكس حسب السؤال الاول، حسب عفوا الجزء الاول، راه موجبه من صفر تال بلوس لانفيني، رغم انها كتنعدم، موجبه من صفر تال بلوس لانفيني. اتفقنا؟ دونك هنا موجبة من صفر تال بلوس لانفيني قد ما كانوا الخانات. بالنسبة لين اكس ناقص واحد، هنا إلا كان لين مع عدد، رد البال لواحد القضية، لين مع عدد، إلا كان هنا موجب قبل من الصفر كيكون سالم، بحال كنديرو ديك عكس الإشارة، عندي موجب هنا غيكون سالم، عندي سالم قبل من لين هنا غيكون موجب. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا بلوس لين، دونك فيه إشارة موجبة، يعني قبل من الصفر، قبل من الصفر كنديرو إشارة عكس إشارة سالبة، ماشي هادي، راه هنا، بعد من الصفر كندير إشارة اللي كتكون عندي اللي هي البلوس، ثم كندير جداء الإشارات، ناقص في زايد تعطينا ناقص، ناقص في زايد ب تعطينا ناقص، ثم زايد في زايد تعطينا زايد، هادو نقاط التقاطع أو ممكن تكون نقطة التماس، المهم كيتلاقاو كيكون تماس بيناتهم، سواء كيتقاطعوا اولا فقط كتمشي كتوشي داك المستقيم وكترجع. المهم كاين عندنا بوان دانتيرسيكسيون. دونك في لا بوزيسيون غولاتيف شنو كنقولوا؟ عندكم تقولوا التصميم ديك تقع مقعر محدب وما الى ذلك، لا راه دي لا بوزيسيون غولاتيف، ماشي لا ديريفي سكوند، ماشي المشتقه الثانيه. دونك شنو غنقول في لا بوزيسيون غولاتيف دو سي دو اف دلتا؟ غادي نقولوا اودسي ولا اودسو، يعني تحت فوق، وماشي غادي نكتب غير تحت فوق، لا خصني نعرف شكون اللي تحت ولا شكون اللي فوق. إذا كان كيف لي إكس ناقص إكريك سالبة، هذا كيعني أن السي دو إف تحت المستقيم اللي كتعطاك الوضع النسبي معاه، إذا كانت موجب كنقولو فوق المستقيم، بالفرنسية السي دو إف أو دوسو، نديرها كاع ككلمة بكلمة، أو دوسو دو دلتا. هنا سي دو اف حتى هو او دوسو دو دلتا، هنا سي دو اف او دوسو دو دلتا. هنا عندنا دي بوان دانتيرسيكسيون، ماشي نقطة انعطاف، ماشي بوان دانفليكسيون، بوان دانتيرسيكسيون. البوان دانتيرسيكسيون هنا تعطينا واحد واحد، ديجا حسبنا الصورة ديال واحد، هادي بوان
d'intersection, نقطة تقاطع بالعربية. بالنسبة لهنا عندهم الشكل ديالو واسع، بالنسبة لهنا أ أو لا بي أو الصورة ديالها هي أو، حتى هي بوان d'intersection. d'intersection تفكرنا دونك تعطينا دو بوان d'intersection، المهم هادي هي لا بوزيسيون غراتيف ديال السي دي اف مع لا دغوا دلتا. دابا غادي ندوزو للمعقول، السؤال اللي الأغلبية ماشي ما كيجاوبش عليه وإنما كتخليه، ما عرفت علاش. ملي كنصحو الوطني هاد كنتلاقى بلي أن التلميذ خدم مزيان في الوطني وما إلى ذلك، كيوصل لاكور كيرونها أولا ما كيديرهاش. علاش؟ غنقول لكم أنا علاش. سبب بسيط، ملي كتكون كتبريباري ديما كتوصل لاكور كتقول ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش، والتالي نتا غادي تعرف. دونك ملي توصل لاكور هز ورق هز مسطرة هز قلم من الرصاص، بقى ترسم في الاول غتجيب شويه، من بعد ترسم المماسات، من بعد ترسم لي برونش انفيني، من بعد ترسم لي زامبل، من بعد كل شويه. وشنو غادي تعلم؟ كل محاوله، كل وطني خدمتيه غتعلم واحد الحاجه جديده، وفي النهايه غتقدر انك تجاوب وترسم المنحنى ديالك. انا غادي نوريك كيفاش ترسم المنحنى بخطوات اللي هما بسيطه ان شاء الله تعالى. دونك نكملوا، وصلنا دابا للمنحنى، واللي غادي يكون يعني غادي يكون اخر حاجه غادي نديرها في الفيديو هذه، على اساس باش ما نطول عليكم ونخليو الجزء الثالث اللي فيه المتتاليه للفيديو الاخر ان شاء الله تعالى. تبعوا معايا وغادي تفهموا. دونك نكملوا. دونك هذا هو المنحنى اللي عندنا مع لا متعامد ومنظم و اي جي، وغادي نسقطوا فيه كاع داكشي اللي لقيناه في دراسه الداله. دونك اول حاجه بدينا بها هما الفروع اللانهائيه، قلنا بلي ان السيدوف يقبلوا مقاربا عموديا السامبتوت فيرتيكال ليكواسيون اكس ايكال زيرو ادوات. دونك مقاربا عموديا ها هو اكس كتساوي صفر على اليمين، دونك هذا هو اكس كيساوي صفر، دونك هذا المقارب. مزيان، شنو اخر عندنا؟ فرع شل جامي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دو زوردوني، فرع شل جامي في اتجاه محور الاراضي، سواء الاراتيب السالبه ولا الاراتيب الموجبه، غادي نشوفوا فين غادي يكون. ثم عندنا ما عندناش المماسات، عندنا معادله المماس فعلا اللي هي دو المعادله ي كتساوي اكس، عندنا معادله المماس. دونك هنا باش تتفاداو الاشكالات اللي كيوقعوا لكم الاخوان، الا بغيتي ترسم المستقيم ديال المعادله ي كتساوي اكس وما يكونش عندك خطا، الا بغيتو ترسموا المستقيم ديال المعادلة ي كتساوي إكس وما يكونش عندكم شي مشكل، نقول لكم شنو غديرو. حيت الأغلبية فيكم دابا ملي غيبغي يرسم هاد المستقيم هذا، على أساس أنه كيدوز من رؤوس المربعات، أش كيدير؟ كيدوز من هاد المربعة وهادي، ولكن المسطرة كيميلة واحد شوية. ملي كنجيو نشوفو النقطة ستة ستة، كنلقاو بلي أن المستقيم كيدوز هكا، مكيدوزش بالضبط من هاد النقطة هادي، كيدوز هكا. يعني إلا خدينا عشرة عشرة، غادي نلقاو كاع مكيدوز منها. دونك الله يرضي عليكم، بغيتي ترسم ي كتساوي إكس، خد أول نقطة، خد أصل المعلم، أصل المعلم مع آخر نقطة، المسطرة تكون مقاد دوك، أكيد غادي يدوز من جميع، من رؤوس جميع المربعات، هذا إلا كنتي خدام بالمربعات. دونك هنا غادي ناخدو أول نقطة، آخر نقطة، وغادي يكون عندنا هذا هو لضغط، وهذه هي لضغط ي إتيكال إكس. اش بغينا هاد لضغوط هادي؟ بغينا نديرو بها طونجونت فين؟ في لو بوان لي لابسيس ديالها كيساوي واحد، يعني هنا، هنا فين بغينا؟ واحد طونجونت، طونجونت ليكواسيون ديال اش؟ ي تيكال اكس، دونك هي هادي، هذا هو المماس، هذا هو المماس، المعادلة ديال ي كتساوي اكس، دونك عندنا المماس، عندنا كلشي، دونك عندنا بوان دانتيغسيكسيون. في الوضع النسبي ديال السيد مع دلتا شفنا لي بوان دانتيغسيكسيون، شنو هما لي بوان دانتيغسيكسيون؟ كاينه النقطه الاولى، قلنا الى رجعتوا لذاك الطابلو كتلقاو النقطه الاولى هي ا واحد واحد و ب هي او او، دونك اشنا هي واحد واحد؟ هي هاد النقطه هادي، واشنا هي او او؟ دونك 2.71 مع 2.71، دونك لي غتكون هي هادي، تا كيتقاضى في هاد النقطه. دونك هادو هما لي بوان دانتيغسيكسيون. شنو شفنا؟ شفنا بلي ان لا كورب المنحنى تحتمل المستقيم، تحتمل هاد المستقيم ي كتساوي اكس من صفر حتى لفين، من صفر حتى لأو،
ومن اوتال بلس لانفيني كاين الفوق، يعني ان عندي هنا بوان دانتيرسيكسيون وهنا هذه ماشي بوان دانتيرسيكسيون، كيمشي حتى كيبغي يقيسها كيتلاقى مع المماس كيدور واحد الشويه كيقطع هذا وكيطلع. دونك الدور ديال لي فاريسيون شنو هو؟ هو كيوريني المنحنى منين غيبدا وفين غيسالي. الى مشينا للطابلو فاريسيون، هذا هو الطابلو فاريسيون، دونك 0 بلس لانفيني. اشنو لقينا؟ اولا هنا عندنا مقارب عمودي، يعني ان المنحنى ما يمكنش يجي من الفوق، اكيد غادي يجي من التحت، دونك المنحنى غيكون بحال هكا. وهنا عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون اكس دي زوردوني، غيطلع وكيبعد من المحور الارضي، يعني المنحنى يكون بحال هكا. خديت تصور، وعلى الاقل خديت واحد التصور، واحد الفكره مزيان. المهم انا عارف بانه غادي يكون، شوف واش الاحمر كيكتب، دونك غادي يكون جاي من هنا. هنا عندنا مماس، اتفقنا؟ دونك هنا عندنا مماس، نكملو بالخضر الاخوان. فوالا هنا عندنا مماس، دونك شنو كيطرا؟ كيجي هكا وكيمشي مباشرة لهاد النقطة هادي. هنا من بعد هاد النقطة هادي انا عارف كاين نقطة التقاطع، يعني غيولي فوق من، ولكن واش غيمشي نيشان ولا غيجي لهنا؟ كيجي الدور ديال الآلة الحاسبة، ديما ديك لاباغ دي لي كتجيكم صعيبة ديال الآلة الحاسبة، شنو غادي دير؟ غادي دير ألفا، الآلة العلمية غادي دير ألفا، تبع ليها مود، تبع ليها الطابل، تبع ليها الطابل، غتخرج ليك في الشاشة الآلة الحاسبة في ليكس كتساوي، دخل ليها الدالة ديالك، إلا بغيتي تكتب إكس، الا بغيتي تكتب اكس كدير الفا وكدير مباشره المربع اللي فوق منه قوس اكس، او المربع اللي فيه داك القوس وفوق منه واحد اكس بالاحمر، قلب عليها في الاله الحاسبه غتلقاها، وغتكتب لك هنا اكس، اتفقنا؟ غدير ناقص بالنسبه لنا، عفوا عندنا واحد هو الاول، زائد ياك، غدير هاد الفا وغدير اكس وغيتكتب اكس، ثم غدير البوطون ديال لي لين وغدخل ثاني هاد اكس هذا، ثم ناقص غتفتح القوس غدير الين، غتدخل هاد اكس هذا وغتسد القوس غدير السيدنا، البوطون ديال السيدنا راه عندك. اون فوا كدير هادي كدير من موراها تساوي، وكتجي للمرحلة الثانية، كتقول لك مثلا ستارت، شنو هي القيمة اللي غتبدا بها؟ كطبي انت مثلا واحد، ومباشرة ملي كطبي كدير تساوي، كدير اند، او الكالكول، الكالكول كتعطيك اند، القيمة اللي خصك تسالي بها، دير مثلا انت 8 ولا دير 10 ولا دير 13. دير تساوي، غتقول لك ستيب، اشنو هو الخطوة اللي بديت تحسب بها؟ قول ليها واحد ودير تساوي، ومباشرة غيخرج لك الطابلو فيه لي زيكس ولي زيماج ديالهم، فيه لي زيكس اللي اختاريتي انت، يعني من واحد حتى ل 13، ماشي هادو، هادو اللي الوسط هما اللي كنشوفوهم، هادو اللي الوسط، حيت هنا كيخرج لك بعض الأرقام، كتشوف هادو والعدد راه الصورة كتكون قدامه. غادي ناخذ مثلا الصورة ديال 3، الصورة ديال 4، الصورة ديال 5، الصورة ديال 6، وهكذا، اتفقنا؟ المهم انا ما عارفش القيم ديالهم، انت غادي تمشي غادي تاخذ الصور ديالهم وغادي تحطهم، والشكل غادي يكون بالتقريب، دونك الشكل غادي يكون هكا، فوالا بالتقريب الشكل غادي يكون هكا. دونك هذا هو السي دو اف. نعاود قلنا بالنسبه لهاد البلاصه هادي اللي ما عرفتش انت فين غادي يدوز، خصوصا ملي كيكون عندك لي برونش لي برونش انفيني، لي برونش الفروع لا نهايه، لي برونش بارابوليك الفروع شل الجميه، دونك هنا كنفضل انكم تحسبوا لي زيماج. الطريقه باش كنحسبوا لي زيماج، لي زيماج بالكالكولاتريس هي هادي، حيت صعيب انك تحسب الصوره ديال واحد وثلاثه وربعه في نفس اللحظه وعندك الوطن ولا عندك الفرد، دونك هنا كطبي في كالكول ميم با ما تشديك حتى قل من دقيقة، يعني 30 ثانية 40 ثانية، وهانتا لقيتي الصور وبديتي كتحطهم، كتحط الصورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كتربط بيناتهم وهانتا ساليتي المنحنى ديالك بطريقة اللي هي بسيطة. نتمنى أن هاد التمرين هذا ينال الإعجاب ديالكم وتستافدوا منه ولو بجزء بسيط، وغادي يبقى لنا الجزء اللي هو أهم واللي ما كيخدموش بزاف ديال التلامذة ولا اللي كيتخلعوا منه، هو المتتالية المرتبطة بدالة.
غنخدموا في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى، من مورا غادي نخدموا تمرين اخر حتى نسالي وندوزو لعدد العقديه. شكرا لكم، الى لقاء اخر.